أنا أروى مبارك. أنا صبا جودة. اختاري 5 كلمات ممكن تعبر عن شخصيتك. طيب عشوائية. لا اوكي بحب الهزار، بحب البحر. هي دي ينفع اقول الحاجات دي كده كتعبير عن شخصيتك؟ لا دي هواياتك. بتحب البحر، دي هواية. مش جزء فاندمنتال من شخصيتك. اوكي يعني. اوكي طيبة، جدعة، ساعات عصبية، عشوائية، فرفور، و كلامزي. لا انا بديكي بديكي بس هو يعني كلامزي قصدك ان انا بتخبط في حاجات وكده؟ لا مش لا بس الكاركتر بتاعي يديك الايحاء ان انا كده. بس لا بس ام ادفنتشرس. يعني بحب المغامرات وكده. ايه اكتر حاجه انت فخوره بيها؟ ابني، فوزو، اختي، ماي كارير. حاجه واحده فوزو، حاجه واحده ابني. خلاص. ايه الحاجه اللي تحبي تغيريها في نفسك؟ عدم التركيز. يعني نفسي اقدر اركز، ابقى افتكر اسماء وافتكر مواعيد وكده. لا هو انت عندك الحته دي بس دي يعني بره كده شالو قوي. بس الحته اللي انت بتركزي فيها قوي when you're passionate. لما في حاجه بتهمك فجاه ممكن تضربي مونولوج وانت بتدافعي عن حاجه وتخبطي على الترابيزات وكده وتشرحي. ايوه انا I've witnessed الباشن دي. مين اكتر شخصيه عربيه انت معجبه بيها وليه؟ صبا. اروى جوده يا جماعه. يو ديدنت سي ات كومينج. خالص. مين الممثل او المخرج؟ ده انت، ده دورك. اسالي انت براحتك يا بودي. ده انت عشان انت انا سالتك السؤال وجاوبت عنه. انت براحتك. ميرسي. براحتك يا سبسوني، منورانا يا حبيبتي. من الممثل المصري او العالمي اللي عندك كراش عليه؟ يعني ما تقوليش مصري، ما انصحكيش يعني. او لا رشدي اباظة. نعم. اوكي خلاص. لا يا رفتي كده الجيل الجديد فكنت هتروحي كراش السنين كلها. اوسو يعني مش قوي دلوقتي، بس انا كان عندي كراش كبير جدا على جوني داب. بحب جارد لاتو. يعني في اكتر من حد. جارد لاتو ده المذيع صح؟ نو عرفته اللي شعره طويل. هي ريلي فاني. بحبه. يس هيز جود. شاطر. في تاني اسمه ايه ده الانجليزي اللي عمل فيلم برونسون. ايوه ده انت بتحبيه. خطير بموت فيه. بنديكت. بنديكت. مش بنديكت. بنديكت بنديكت بالاكس. انا عملت نفسي مش مضطره. يلا السؤال بقى بعد شويه. مين المخرج، مين الممثل او المخرج اللي تحبي تشتغلي معاه؟ سبيلبرغ. مين تاني؟ مروان حامد. اوكي. عمرو سلامه. اشتغلتي مع عمرو سلامه؟ ايوه بصراحه عايزه اشتغل معاه تاني. بحب ايوه الشغل معاه يا بنتي. اوكي. يعني عايزين نفتح ابواب جديده بقى. حاضر. نشوف يعني. والله العظيم انا كل ما بتسال السؤال ده بعد ما بروح بقول ايه ده، انا ازاي ما قلتش مش عارفه اكمل ابو ذكري. محمد ياسين. بس بخاف منه. بس يعني كده شويه دول شويه منهم. اوكي. طيب لو ما كنتيش ممثله كنت هتعملي ايه؟ كنت هبقى بشتغل في البورصه. ليه يا صبا؟ مش عارف، عشان بحب الحاجات اللي فيها مغامره عاليه. ايوه بيبي بس دي تنشنه بس. ايوه ما هي شخصيتي تنشنه بس. ايوه ايش بدك؟ قلت لك بيها كده فاهمه؟ لا يليق عليكي. ايوه طبعا. انا ممكن احكي لك حاجه، انا بخاف منك كممثله مش بطريقه وحشه يعني، قصدي بنبهر بيكي. انا فاكره الحته دي. ايوه عندك الطلعه المعينه دي بتبقي انت قبل الاكشن اللي هو قاعده هاي ميني جوزي مو زي حفظتنا الحلو ده اكشن. انا ما تديني هيدز اب، احنا لسه عاملين بروفا يعني. حسسيني ان ده داخل عليا. لا في البروفا بعملها نفسها. لا ده بتعملي كده مش قصدي يعني. بس في طلعات الله عليك. اصل في طلعات وانت بتمثل. انا احيانا بتحصل معايا لايك سبيشال مومنت وانا بمثل
بتطلع بيطلع فيلينج معين من حاجه انت عملتيها او مثلا من طريقه للدايركتور مثلا اداك الحركه وقفوكي هنا يفيل ان الكاميرا هتبقى في وشك لو عملتي الحته دي ففي حاجات بتحصل. طيب اذا لقيتي نفسك في جزيره مهجوره كنت اقول لك مبهوره تحبي من يكون معاكي وليه؟ I love you بس عمار طبعا مش انا يا بوي ايوه لا ما انت بتعملي كده حسيت ان هو قولي اروى قولي طبعا قولي اروى دايما لازم انا بقى اقول عمار ابني طبعا حبيب قلب امه. مين مسارك الاعلى؟ دايما هما مامي وبابي يعني بره العيله ولا جوه العيله ولا اعمل ايه؟ لا لا في عشان انت بتزعلي يعني بشكل عام بشكل عام غير اللي انا قلتهم الاول غير اللي انت قلتيه الاول يبقى مامي وبابي واختي وبنت خالتي هديل. اوكي مين الممثل المصري او العالمي اللي انت عندك كراش عليه يا اروى؟ انا بحب عشان لسه سالك السؤال ايوه فانا قلت اسال نفسي ايوه اسالي نفسك اوكي عايزه افتكر اسمه. طيب في جيسون ستاتم اللي هو وقف ذا روك اللي ما اعرفش اسمه ايه بس اسمه ذا روك. التاني لازم افتكر اسمه يا جماعه. خلاص هي واضح عندها كراش كبير عليه بموت فيه. لا لا كان ممثل رهيب عنده سنتين راكبين على بعض كده. هو انجليزي هيز بريتش وعمل هقول لك عمل جانجسترز اظن اللي هو اخين كده هم توأم. توم هاردي. توم هاردي حبيب هاردي يعني حتى لو يعني فاهمه اللي هو كده اروى الحب ما توم هاردي اروى توم هاردي الحب ما فيهوش كده كلش الحاجات دي والله العظيم. انا اكتر انسانه ما بتبصش على الشكل ودي مشكله عندي. ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي بيقعد يطلع في عقده one way or another. ده حقيقي انت فاكره نفسك حلوه طب بليز شيلوا الحته دي. ايه اكتر حاجه بتشدك للراجل اللي ممكن تحبيه يا سبسوكي؟ شكلا يعني شكلا ولا شخصيه اكتر ممكن تخليكي تحبيه؟ ما عشان اعرف ابقى سطحيه ولا ابقى عميقه دلوقتي. عميقه بعد اذنك. عميقه. اكتر حاجه بتشدني للراجل هيز ويت وذكائه. يعني انا بحب لغه ايه دي؟ قلتي ايه تاني؟ اتنيلي اسكتي هشرح. طيب ها بحب الراجل اللي عنده هيومر معينه يعني ذكيه مش اي حد بيهرجه خلاص. بحب الراجل اللي ما عندوش حاجه يثبتها للاخرين فطريقه تعبيره عن نفسه سهله وبسيطه وما فيش فيها استعراض. وحتى لو عارف حاجه مش مضطر ان هو يعني يفرضها على كل اللي قاعدين. مش مغرور بس برضو بحب الغرور من بطريقه معينه. قصدك الثقه في النفس اكتر؟ يعني بحب ده قوي. دول الحاجات اللي اكتر حاجه بحسهم انا بحسك قوي في الراجل. انت عامه شخصيه قويه وفي نفس الوقت طيبه قوي. فانت يعني بحس انك انت محتاجه راجل واثق قوي في نفسه عشان يستحمل شطارتك ونجوميتك ونجاحك وفي نفس الوقت ما يبقاش عنده الاحساس ان هو محتاج يكسرك عشان يثبت رجولته. ما يبقاش انتميديتد من اي حاجه وفي نفس الوقت يبقى عنده حتته كمان. صح. ما هي دي اصلها صعبه. صح. يعني ما انت برضو بتبقى عايز حد يبقى متحقق قدامك. صح. فهي دي الفكره حسب نوع الشخص. ما انت عشان كده انت محتاجه حد بفكر يعني مثقف من الحته دي جامد. شكلا بقى الجزمه بتاثر. الضوافر طبعا الايد كلها يعني شكلها بيأثر. ولو ضوافرك انت بقى المانيكير بتاعك مقصر ايه؟ انا اصلا ده اكبر يعني. مجهود انا ممكن اعمله يا جماعه في حياتي ده. انا كده مقبره. بس انا كنت امبارح على الريد كارت كده. لا عادي مش عيبه بس انا عمري لما انت عارفاني يعني لو بطلع ضوافري ولا طب بالظبط. طيب اوكي ايه تاني عايزه ايه في شكله؟ في شكله بحب الجسم المتناسق. ما بحبش الناس المعضله بطريقه معينه. فورمه الساحل والحاجات دي ماليش فيها خالص. موتره شويه. بتضايق قوي من المنظر ده الاورنج كده ماليش فيه. بحب راجل يعني فاهم اللي هو يفكرك بالراجل برشدي اباظه. طيب سؤال صعب. ايوه اتفضلي. همتحن صداقتنا شويه دلوقتي. ايه اكتر حاجه ما بتحبيهاش فيا؟
مواعيدك زي الزفت المنيل الاطران. مش والله كذابه يا جماعه، والله مواعيدها زي الزفت. لا لا مواعيدها في مش في الحاجات الجد طيب ماشي اللي هيحصل عليها مشاكل فلوس وحاجات كده وانتاج وكده. لا بس بقى يعني عادي يعني بيبي ما كانتش نص ساعة يعني اللي بتزنيني عليها دي. وبعدين احنا يا جماعة انا واقفة في الشارع قلت لك اقعدي في العربية مكيفة مكيفة. طيب لا طيب انت اساليني سؤال من عندك. انت ايه اكتر حاجة ما بتحبيهاش فيا؟ صبا بحس انها ما عندهاش بعد نظر تمام مفيش فلتر مفيش فهي حبيبة قلبي بتقع في الفخ بتاع الناس السطحية. ايوه ايوه قوي بتقول ايه ده الله دي لذيذة قوي ليه؟ انا اي حد يتعامل معايا كويس ليه ده ظريف جدا لذيذة قوي تقول لي صبا صبا في ايه يا صبا؟ انا ببقى عارفة ان الشخص ده او الشخص خالص ده طبعا انا معاكي عشان مصلحة او هم مش حرام خالص والله. لا انا ما شفتش بالعكس دي لذيذة جدا خايف قوي عليك الموضوع بياخد ساعتين بعدها ببص لها يا ريتك كنت سمعتك. انا متدبسه دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. تعالي معايا حاجه زفتي اروع. ايوه والله ده حقيقي. لا بخاف عليك والله. لا بس برضو I'm very proud of you حبيبتي. وانا كمان you are truly one of my role models حياتي وانا I love you so 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 much. زومو زومو خلصنا يلا يلا.